كوزينة ماما، بلاكارات بصوبهم عند النجار، بكوزينة ماما فيها الراديو، واحد الراديو كبير كتحمق عليه ما تبدليهش، لا ما تجيبيش لا شي واحد حسن منه. ملي كطيب كتفيق في الصباح، ملي كتقرا القران كتصلي الفجر كتطلق هذاك الراديو. هذاك هو علاش كنت كنفيق، كنت كنفيق على يوميه الفلاح. وكنت كنفيق وماما كطيب لنا خبيزه وكنمشي نقراو، وكنجي مع العشرة في المود الجوع، عرفتي فرحانه غنشرب داك اتاي وناكل الخبيزه. ويا ربي ما تكونش ماما، تكون ماما سيقات الدار، هذيك هي احسن حاجه عندي، تكون ماما سيقات الدار ثلاثه السياق. عارفه بزاف منكم كنهضر على ولاد الناس، عرفتي في خباركم هذه النعمه، هذه نعمة دابا أنا اكتشفت أنها أكثر نعمة، تقديت حمد على الله، أقسم بالله كنحمد الله أنني بنت سعدية وبنت إبراهيم. تربينا بابا ماشي 30 عام تسربيس، بزاف الناس كيكتبوا 30 عام، بابا 45 عام تسربيس، بابا عسكري كنفتخر به. عرفتي أنا البنات كنعرفتي جاتني ما عرفتش، حسيت بواحد الإحساس في شكل أنا تربيت في واحد في وسط واحد العائلة، بابا هو الأول كيجلس في الطبلة، هو اول واحد، ويلا ما بداش بابا الماكله ما نبداوهاش حنا. كيجيكم هادي بحال الاب ديالنا متسلط، لا حقو في الحمد كيعطينا حنا ولاد ما كياكلوش، كيفرقوا علينا، يطولنا في عمرك، كيفرقوا علينا، كل واحد كيعطيه شويه، كيخلي كيقول ماما كتعطينا حقنا في الحمد، كيقول لها غير عطيه ليهم وكناكلوه. عرفتي شنو هي زوين تكون عايش انت هاد الشيء، تكون عشتيه في الطفوله ديالك، في خباركم هي احسن حاجه، يا ريت دوك الايام ما ترجعوا. واحد الحاجه، ونتسناو ماما حتى تصلي الظهر عاد نتغداو، الا ما صلاتش ماما الظهر ما نتغداوش، حتى تصلي ماما الظهر ديالها ونجلسوا ونتغداو مجموعين ونتسنط الاخبار كلنا تقريبا اغلبيه 10% في المغاربه المرضيين عاشوا هادي. هذا هو الفرق، هذاك الشيء هو اللي خلانا يكون عندنا فرق في تربيتنا وفي الاخلاق ديالنا. ما كنخسروش الهضره نهائيا في الدار، مستحيل نخسروا الهضره، ما عندناش تخسر الهضره، حنا ثلاثه الخوت حتى واحد فينا ما كيعرف يخسر الهضره. شفتوا انا نقول لكم، انا ايمان مزيوده في 13 بشهر 4 1990، عندي 34 عام، كنعرفش نخسر الهضره، يلا تعلمتها. والله القاسم اللي يلا تعلمت، اقسم بالله يلا تعلمت نخسر الهضره، حيت ما كانش عندي يعني بالنسبه لي انا نخسر الهضره، هذوك الناس اللي دايرين بيا ما عمرك غنستعملها معاهم، علاش دونك علاش نخسر انا الهضره؟ لا صحابي لا جيراننا لا عائلتي، ما عمرك تحتاج هذوك الكلمات تهضر معاهم بهم، حيت الكلمات اللي كنحتاجو هي سير تلعب، سير الله يحفظ طاسيلتك، ما بغيتش حاجه بحال هكا، بغيف هي اكبر حاجه نقدر نقولوها. ما كناش كنتعلموا الهضره خايبه، ماشي حيت ما تربيناش فيها نهائيا، عمرنا ما سمعنا الهضره خاسر في دارنا، وهادشي علاش كنربيو وليداتنا. ولدك ماشي مهم تكون عتي اخيب حاجه، شنو هي؟ يكون عندك الكونت عمرتيه، ياك عمرتيه بالفلوس ديال الحرام، وكيحسب لك انك كتضمن لولدك مستقبل بدوك فلوس الحرام، انت حمار الا كنتي هكا، حيت شكون اللي كيعطي وشكون اللي كياخذ؟ الله سبحانه وتعالى، وربي عالم على نيتك وعارفك خبيت، وجيتي خويا يخلي لك دوك الفلوس غيطفروا ولادك به. احسن حاجه تخليوها لولادكم هي التربيه، هي وسط البيئه ديال الاولاد. حنا والدينا ما كانوش كيعطيونا حتى درهم، شنو هي درهم؟ يعطيك درهم ويلي 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 ويلي، اغنى الاغنياء، تكون عندك درهم وتخرج مع العشره من المدرسه باش تشري بسكوي، ناري احساس واعر. هذه هي احسن حاجه تخلي وليداتك، هي التربيه ماشي فلوس، فلوس ولادك يديروهم ملي كيكون عندهم التربيه والاصل، وربي كيسخر لهم ناس اخرين، كيسخر لهم بزاف د الحوايج، جنود الارض والسماء، باش ولادك يخرجوا مزيانين ومرضيين. هذا هو اللي بغيت نقول لكم، ما تصحاب لكمش انك الا درتي فلوس في الكونط راه ولدك، ان ولدك راه كتضمن ليه مستقبل هكا، والله ما ولدك كتضمن له مستقبل، نهار كتعطيه تربيه صحيحه، نهار كتعيشوا حياه مزيانه، نجلسوا مع وليداتنا في الطبله ونهضروا، هذا يقول هادي وهذا يقول هادي، وحنا نتناقشوا. كاع وليدينا كانوا كيدابزوا، خوتنا كنا كندابزوا حنا وخوتنا، وكنترايشوا ما عرفت شنو، وكنبغيو خوتنا وكيبغيونا، وكنبغيو والدينا وكنبغيو جاراتنا وكنبغيو كلشي. مالوغوزمون فهاد الوقيته ما بقاش داكشي بزاف، ولكن على الاقل وليداتنا نربيهم هادي. كما قلت لكم الا كان كيحسب لك، راه عمرك ما تقول بانني كنضمن المستقبل ولادي هما فلوس في البنك، راه ماشي هي هذيك، راك غلط. عرفتي انت كيكون عندك التفكير ملي كتكون انت اصلا عائلتك وطاسيلتك وكلشي اصلا بايعين شرفهم وما على الفلوس، فهمتي اخ؟ راه شوف، راه نقولها لكم نعاودها لكم، راه الاصل هو كلشي،
مثلا كتقول لك مثلا انا والديا ما فحالهمش وما انا والديا ما داروا لناش، علاش هذوك؟ لا اختي، والديك راه عاطينك احسن حاجه هي التربيه، يعطوك التربيه انك مربيه. والعم الوضع الاجتماعي ما كان كيفرق عن بنادم، تكوني فقيره ولا تكوني غنيه ولا تكوني، المهم التربيه، شنو هي التربيه اللي عطاوك والديك؟ شنو هو الاصل؟ تكوني انسان محترم، ابن محترم، ماشي اكس بن اكس، ولد اكس، ولد اكس. الله يلطف بينا والله يلطف بوليداتنا يا ربي. شحال من واحد تزاد في واحد البيئه تحرم من والديه ولا ظروف، كيخدم على راسه بشرف وكيدير شرف ليه، هو كيدير شرف وكيخدم على الشرف ديالو، كيربي ولادو وكيعوضهم، ماشي تعوضو تشري ليه لعبه، تعوضو هي تعطيه التربيه، ماشي تشري ليه لعبه وتقول شوفوا كيحسبك راه دابا انت ماديا راك طفرتيه، جامع عليه شحال، كاع جامع عليه 20 مليون، صحاب لك صافي راه وصلتي، راه ما عرفتش شنو درتي، راك غيبقى ولد فلانه ولا ولد فلان، كي غنديرو نمسحوها بلا قوم؟ كيفاش غنديرو لها؟ بغيو حنا نفكوك دابا، كيفاش غنديرو لها؟ كيفاش غنديرو لها؟ مالوغوزمون ما كتشراش وما كتعطاش كولابوغاسيون. لا كي غنديرو لها دابا حنا؟ الخير اللي دير في ولدك هو تكون قدوة انت لراسك. عرفتي شنو هي امتى؟ ملي كيكون واحد عايش ظروف خايبة، شنو هي الحاجة اللي علاش كيكون ولدو كيقدر ولد ولاد كيوصلوا المناصب؟ بداك انه ما عاش داك الشيء كيعطي، كيعيشوا لولادهم، ماشي ماديا، معنويا اكثر من ماديا. مالوغوزمون الحمد لله على والدينا، الحمد لله على سر. علاش دابا كتلقى في الجاليه المغربيه، المغاربه ديالنا اللي في الجاليه، علاش كيتقاتل العام كامل؟ كتلقاه ماشي مغرب، صحابك دابا هو عايش بخير، ولي بارك غير هما اللي كاينين والجزرات، وعندهم كلشي، عندهم الخضوره، عندهم كلشي، كتلقاه في اي بلاد علاش كيجي كيتم جاي وكيتجار وكيتقاتل باش في الصيف يمشي للمغرب، باش كيعيش ولادو هذاك الشيء، يشوفوا والديهم، يشوفوا جدودهم يشوفوا عمامهم ويشوفوا خوالهم، ويجلسوا في الطبله وارا انت، ويديروا الكوتي ويكونوا بزاف، والماكله ما تقدش القاتل، وجايين من البحر كلشي فيه الجوع، احساس زوين. عرفتي شنو؟ عرفتي غيحسوا بغير المغاربه الجاليه ديالتنا غيعرفوني اش كنقول. مقاتل هو وخاسر الفلوس دي مقلبه، راه بامكانه يمشي لشي بلاد مفيك سان كيطوال هو وولادو في المالديف، كيجي للمغرب يخسر على عائلته وحبابه وفرحان، وفين غادي؟ اش خاسر؟ خاسر قيمه اوتي سان كيطوال، فين دا الدرب كله للبحر، دي درب كامل على قد البحر، وفين غادي؟ وفين غادي جايبين في الصباح والعائله كلها؟ واش احسن من يتجمعوا عيط لولاد خوال ولاد عمام ولي كوزا ولي كوزين، وجمعهم في واحد الدار وفيقوا في الصباح يجيبوا الباكات، ومقاتلين على الدوش، انت اللي دوشتي الاول خرج انت، لا انا نريش. شوف شي خايب، اش خايب حاجه شي واحد ما يعيش هاد الاعشاش ما يعيشوش لولاده مستحيل. عاش الملك، اقسم بالله، الله ينصر سيدنا، والله يخلي لنا المغرب ديالنا، داخلين خارجين داخلين، كنمشيو باخر كيجيو، واش كيديروا؟ كيخسروا زباب الفلوس، فين كيمشي يحسب ملي كيرجع البلاد، وكيحسب فين مشاو له في الباكيط والسفنج وفرحان، وكيقول لك يلاه نوض نخدم نجمع الفلوس باش نجي الصيف الجاي. انت مغربيت حاجه زوينه، وحنا المغاربه عاوتاني، راك عاوتاني، حنا الجاليه المقيمه بالمغرب، ولا 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 حنا عاوتاني داك الشيء عاوتاني واحد اخر. شفتوا شي حاجه؟ نعمه 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 نعمه، اللهم اجعلها نعمه دائمه.